متحف ومحفوظات أربع رؤساء جمهورية بلبنان: رئيس كمين شمعون، رئيس اللواء فؤاد شهاب، رئيس الياس سركيس، والرئيس الشهيد بشير الجميل. نشاط استضافته جامعة الروح القدس بالكسليك، ونظموا مركز فينيكس للدراسات اللبنانية بحضور حشد من الشخصيات السياسية والكنسية. من هو مركز فينيكس وشو هو هيدا النشاط؟ مركز فينيكس للدراسات اللبنانية بجامعة روح القدس من 2008. هيدا مركز متخصص بأرشفة وبجمع مستندات كل الأشخاص يلي إلهم علاقة وتركوا إذا ردك بصمة أساسية بتاريخ لبنان. أهمية هيدا النشاط إنه في أبطال من لبنان، في رجالات كتير كبار من لبنان بنيوا هالدولة اللبنانية وعملوا إنجازات فيها. من المهم جدا أنه دايما نتذكر تاريخ لبنان، والعمل اللي عم بتقوم فيه الإوزاك من خلال جمع الأرشيف لكل الشخصيات اللبنانية، هذا شيء كتير مهم، لأنه كتير مهم أنه نوثق تاريخنا تنضل نرجع نطلع عليه وما ننسي، بركي ناخد منه أمثلة مشان المستقبل ما نرجع نقع بذات الأخطاء. شو أهمية الأرشفة بحفظ التاريخ والتعليم للأجيال الجديدة؟ ومجموعة آراء من المشاركين. قبل كل شيء بيستاهلوا أن يكون في أرشيف مرتب اللي هم يرجع يذكرون ويرجع يفيق أو الشعب اللبناني أنه كان في رجال من هالوزن كانوا عم يخدموا ويشتغلوا مشان مصلحة لبنان. الأرشيف منه بس تاريخ، الأرشيف منه بس عاطفة، الأرشيف هو كمان عبرة وهو ركيزة تاريخية وعمق بالتاريخ وبالثقافة طبعاً، لازم نحافظ عليه ونتعلم منه ويكون بمطلع الجميع، بس شرط أنه نعرف كيف نستفيد منه. الحقيقة يلي طلب بشير يقولها هي الحقيقة أنه عن هذا البلد، الحقيقة كيف نحن منشوف لبنان، مش مات الملك وعيش الملك، مش الكذب والنفاق يلي ماشي بس تنرضي فلان وتنرضي فليتين. بفتكر هيدا الأساس بناء المواطن الصالح لجمهورية صالحة ولوطن صالح. ولبنان احتضن كل العالم، ولكن شعبه هلا مش عم يقدر يفهم عليه، مش عم يفهم يعني تاريخه، يفهم هالحقيقة يلي موجودة بأرضه. هيدا يرجعوا الأجيال الطالعة الجديدة اللي ما بتعرف الرؤساء، اللي ما بتعرف شو إنجازاتهم، اللي ما بتعرف كيف كانوا يتعاملوا مع بعضهم، يعني تاريخ لبنان لازم هالجيل الجديد يعرفه. هيدا طبعا مهم درجة كتير كبيرة، وضروري نعرف الشباب اللبناني على تاريخهم، بالنهاية على الأشياء اللي أبائهم وأجدادهم قطعوا فيها، تا من خلال هالماضي يعرفوا كيف يديروا الحاضر وكيف يطلعوا على المستقبل. هذا شيء كتير مهم، لأنه بلا تراث وبلا تاريخ ما في أوطان أصلاً. نحن موجودين هون من وراء هذا التاريخ الغني، من وراء هدول الشخصيات يلي نحن مفروض نخدهم كمثال أعلى. وأتخلى الحفل كلمات عرضت للمشروع وتفاصيله، كما ورسيتال لمجموعة من الأطفال اللبنانيين أدوا أغاني وطنية، وختاماً وصية وكلمة أخيرة. نحن اليوم بحاجة لرجال مثل هول، مثل بشير جميل، مثل الياس سركيس، مثل كمين شمعون. بدنا رجال اليوم يرجعوا يترأسوا الرئاسة ويرجع البلد يلي حلموا فيه هالرؤساء هول، يرجع هذا البلد هو يكون الانطلاقة الجديدة للحياة المستقبلية اللي بدنا اياها بالبلد. نحن يجب ألا ننسى أن لبنان صاحب أعرق تجربة دستورية في المنطقة، ودستوره هو من أقدم دساتير العالم، وتوالي الرؤساء فيما يعرف بتداول السلطة هو تقليد لبناني، وانتخاب الرئيس كان استحقاق مقدس. حتى في زمن الحروب نحن كنا ننتخب رؤساء تحت المدافع. عاش في الجمهورية وعاش لبنان.